هانتوما كما تشاهدوا عندنا جميع الاطباق في برجر سيتي ومتنوعه. ونبدأ باول طبق، هو هذا تشيكن وينز ديال الجناح، الجناح ديال الدجاج، وفيه فريت تمشي معاه فريت بلس خبزه ولي صوص ديالو. ثمن شحال هذا؟ الثمن ديالو 20 درهم. 20 درهم و والطبق الثاني فيه تشيزا، تشيكن تشيزا، هذا ستيك ديال الصدر مقسوم على جوج بحال شكل تاع القليب كما تشوفوا، ومعاه لي صوص ديالو والفريت بلس خبزات كذلك حتى هي. شحال الثمن تاعو؟ والثمن ديالو 25 28 درهم. 120 درهم وي. وهذه هي اللي هذه بيتزا شاف ديال العروسه ديالكم. اي هذه هي العروسه ديالنا كما تشوفوا، هذه قليله في المحاميد وقليل اللي تيديروها، وتتكون الداخل ديالو فريت بلس فرماج كاري ومع الفلفله والفرماج وبحال شكل نيت تاع البيتزا، ولكن تتكون دوفات. ابتداء الناش كاينه الصغيره ب 35 درهم والكبيره دايره ب 45 درهم. والطبق هذا؟ هذا سميتو بلا ميكس، فيه الكريسبي ومعاه سميتو الفيون داشي ومعاه لي سلاط ديالو بحال مثلا الروز، الخس، الباربا، الروز وبطاطا والخيار وداك الشيء المهم مخلط، وكذلك السوريز ومعاه البارميزو. وي سيو ها هو من الفوق. والثمن كيبدا من 25 درهم. شوفوا هذا البرجر بنين ديال وهذا لي زونفون. كاين لي زونفون ديالو من 15 درهم حتى للفوق، هذا تيدير 20 درهم و 25 درهم للفوق. وفي كاين اللي بغا على حسب الخصيه. على حسب الشيكين كاين اللي بغا الكسيه. اييه. وهذا سميتو توماهوك، هذه اكله ديال السعوديه تيديروها بزاف في السويده، تيكون الداخل ديال الفريت تيكون معمر بالفلفله والطوماط والفريت، يا اما بالبولي يا اما بالفيوند يا اما الميكس، المهم على حسب الاختيار ديالكم. الثمن؟ والثمن ديالها تدير من 25 درهم. وهذه هذيك سباغيتي بالفيوند داشي، وتيكون من الفوق ديالها تيكون بالفرماج احمر وهكذا. المهم باش تفهمي واش كاين فيون داشي تبان بحال صوص بلونش. اه هي صوص بلونش، ولكن هي تتكون فيون داشي من التحت، من التحت هكا مخلطه هكا الفوق تكون شويه ديزاين ديالها هكا داير. اي الثمن من 20 درهم. واللي بيحلي اي كاينين اللي كوفخ وكاينين اللي كخيب، هذه ارخص ثمن ديالهم ودرنا معهم ثمن مستوى في المحاميد، بحال مثلا الكوفخ نوتيلا تنديرو 12 درهم، والكريب بالكوفيتير ديال الفريز تنديروه ب 8 درهم. تبارك الله، راه حتمينا في المتناول. وهذه تسميها الكريم، كريم فروي تيقاد بالكريم ومعاه لي فروي ديالو مخلطه، والثمن ديالو كيبدا من ابتداء من 25 درهم. وندوزو للعواصر. مرحبا، حتى العصير ديال جو دورونج حتى هو كذلك تنديروا ليه الديزاين ديالو بحال هاد الشكل هكا، وعصير ديال الليمون تيبدا من ابتداء من الثمن ديالو من 10 درهم وغادي. اي تبارك الله، ومرحبا بكم. اتمينا لي ريزونابل تناول الجميع. مرحبا امس. السلام عليكم، مرحبا بكم في محل برجر سيتي، وتنشكروا بزاف اكلات المطر على هذه الزياره. كما كتشاهدوا معنا برجر سيتي تيتنوع بزاف ديال الماكولات، وعنده واحد السيرفيس اختصاصي كما تشوفوا، عنده خدمه ذاتيه، وعندنا واحد سميتو نيميرو دو طابل سميتو البيب، لانه فاش تدوز لا كوموند ديالك يعني تتصوني لك وتجي تاخذ لا كوموند ديالك. عيده بزاف، الا كان الا جلس بلا هادي تيتي معاه الطبله. اه تيتي معاه يسالي الكوموند ديالو تصيفطو ليه انتما واحد الكود تتصوني ليه عندك الطبله. اي تتصوني عنده تيجي. اذا كان ممكن تخدمها لنا شوفها. اي مرحبا بحال هذا النيميرو هادي رقم خمسه. اه تنديرو هكا وتنديرو ليه كال تيجي تياخذ البوا ديالو تياخذ لا كوموند. السلام عليكم، معكم محسن من برجر سيتي. انا مكلف بهذا البوست هذه ديال العواصر وداكشي اللي بيني اونفون الزواق ديال الدراري الصغار وداكشي، المهم العواصر يكون داكشي زوين. ومرحبا بكم عندنا، وانتم كتشوفوا المحل مرحبا بكم. وهذه هي البوست ديالي باش نكلف انايا، ومرحبا باي واحد متابع على هذا الشكل اللي هذا هكا تخرجوا من العواصر. كاين شي حاجه جديده؟ هذا 10 دراهم، 10 دراهم عصير مبرح. كاين لك خيط، كاين لك بوخ،
المهم الوصل كاملين بالانواع زعزع مخيطه اي حاجه من هذه. تم جد مناسب. تم جد مناسب زوين وكل شيء كيخرج. انت الشيخ محسن تكلف لك خيط. اييه تكلف لك خيط ولي كوفر. مرحبا سي زوين. الله عليك. بالنسبه لاوقات العمل انت على حسب الاوقات العمل انت تبداو من 9 فيها لي كريب ولا لي نيجو العواصر فيها الكريب ولا الكوف ولا العواصر ولكن السيرفيس على حسب الماكولات تنطلقوا من 11 النهار حتى الفن السيرفيس 12 يعني الصباح كاين الكريب الكوف والعواصر مع 9 من 11 اللي فوق تيبان كاين اي فاست فود معيشه تقريبا 12 هو اخر سيرفيس 12 فان سيرفيس بالنسبه للعنوان العنوان انت نجدلو في مراكش في الحميد قرب غزة في معطلة يعني في الشارع اللي فيه مكبات غزة اوي كان ليفريزون درنا في الحميد جراتويت وعلى بعد تنزيلو على حسب سميتو 10 درهم 10 درهم والنيميرو ديال ليفريزون فيها هادي وفيها حتى باج في انستغرام وفيها باج في واتساب الا بيتلونسي على حسب المنيو ولا بيتلونسي شي حاجه في واتساب تنجاوبكم اي اللي بيكوموندي شي حاجه يكوموندي من الواتساب يكوموندي من الواتساب ولا بار ابل عاديه الله الله بالنسبه لخدمه التوصيل فالاخ عبد الصمد قال لي ان بيل مجان هنا في المحاميد اي وبالنسبه لخارج المحاميد فهي على حسب التراجل اي على حسب التراجل بالزبائن ديالنا واللي جا مرحبا به واللي جا مقلق غيخرج فرحان ان شاء الله يمشي بخاطرو ويمشي بخاطرو بالف خير ماشي غير بخاطرو وان شاء الله مرحبا به وتحياتي لكم تحياتي للاخوان كاملين صمد حسن تحياتي للجمعة وعلي وشكرا ونسمي العزيزة ونسى ولا محسن هو بالنسبه لمطعم برجر سيتي فهو كيتواجد بالضبط في مراكش في المحاميد في معطله كي تشاهدوا معايا يعني هنا هذا الاتجاه هو في كاينه مخبزه غزه وكاين الفيروز راه هو وهذا الاتجاه اخر كاين جامعه المحسنين وهنا راه كاين شارع النخيل تبارك الله راه هو قريب بالنسبه للسوق ديال معطله فهو قريب ومرحبا بكم وبالصحه والراحه تحياتي الله يحفظكم الله يخليكم رجلنا السلام عليكم ورحمه الله